فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إحدى الصحابيات أم ورقة رضي الله عنها أنها تصلي إمامة بأهل بيتها رجالا ونساء؟ رجال ما ثبت هذا، أما النساء نعم صلت بهن وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل، لكن يقولون في بعض الروايات إن كان لها مؤذنا، حتى المؤذن ما ورد أنه يصلي معه، يمكن يأذن ويطلع ويصلي مع الناس. نعم.